في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات، تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة من حجز كمية معتبرة من مادتي القمح الصلب واللين المدعمة من طرف الدولة، كما تم توقيف شخصين وحجز مركبة سياحية كانت تستعمل في مرافقة وفتح الطريق للشاحنة السالفة الذكر. بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محضر قضائي ضد المتورطين في القضية مع تقديمهم أمام العدالة بجنحتي المضاربة غير المشروعة بمادة القمح الصلب واللين.